بشكل كويس جدا. تمام. طيب قدامنا هو على الشاشة وعلى الهواء مباشرة. جميل. استقبال مجلس إدارة النادي الأهلي لأبطال أفريقيا للكرة الطائرة رجال، تهنئة الكابتن محمود الخطيب وباقي أعضاء مجلس الإدارة للاعبين. طب كابتن رضا قدامك بقى اللعيبة، يعني تعرفهم بقى اسم كده طبعا للناس. ده أحمد قط، وده محسن، ده لاعب السنتر بوب محسن، لاعب محسن، وده أحمد قط. سلام هناك أهو وعبو وعادل. أحمد سعيد. ده أحمد سعيد. تمام. ده حسام يوسف، ده صانع الالعاب، ومعوض محمد معوض. محمد معوض احد اللعيبه الخبرات الكبيره جوه الفريق بالتاكيد. طبعا. وده الحسيني، ده اصغر لاعب في البطوله ويعتبر من احسن اللعيبه. الليبرو. لا مش الليبرو، ده الحسيني، ده دار مركز اربعه، ده الليبرو محمد رمضان. يعني حاجه جميله جدا. وده محمود الوزير، ده تقني. مهندس خالد مرتجي، مهندس خالد في العام. ده احمد وده محمود الوزير. الكاس مع عبد الله عبد السلام. طبعا. صاله الوصول اهو. ده محسن اللي هو خالد ابو زينه. ده محسن كده. ده الدكتور ايهاب، ده عبد الله اللي وراه، ده اللهم صل على النبي اسمه ايه، حسن ايهاب. وادي الكابتن، وادي الكاس والصوره الجماعيه. ده عبد الله اهوت، ومع المهندس خالد مرتجي، محمد كابتن محمد مصطفى حميد اهو المدير الفني. وده محمود جمعه اهوت المدرب. وده الدكتور ايهاب فخر الدين، ده طبيب الفريق. تايجر. ده تامر تايجر. قدام برضو محمود جمعه اهوت. اللي لابس احمر ورا ده اللي قدام اللي بيصور، ده الحكم المرافق للبعثه، الكابتن ناصر حمدي. كابتن ناصر حمدي الحكم المرافق للبعثه. المرافق للبعثه، ده اللي هو من قبل الاتحاد الافريقي و ده قديم قوي. ما شاء الله. ما شاء الله. لا ده كل بعثه بتسافر بتشارك في البطولات دي يا كابتن، لازم يكون معاها حكم. طبعا طبعا. ما هو لازم يبقى في حد محايد من الفرق. افرض انت بتلعب يعني احنا زي احنا بنلعب الترجي، كان في ناس من الجزائر، يعني الحكم كان جزائري. حكم جزائري. ده محمد معوض تاني، وده من حسيني. استقبال طيب وصور بصراحه. طبعا طبعا. رائعه جدا. حاجه عالميه. حاجه عالميه. يعني انت ما تبص كده، ده الليبرو محمد رمضان برضه اهوت تاني، خد بال حضرتك. ده الوزير، ده المحلل التقني. ايوه. ده احمد بتاعه غرف الملابس، واحنا شايفين عامل المعمات. عامل المعمات. وشفنا وده محسن اهو، ده احمد صلاح. طبعا خالد طبعا ياخد الكاس بقى على طول. وده حسن، ده حليمه طبعا. لقطات مميزه جدا. وكاس افريقيا طبعًا. موجود مع الأبطال. بعدين انت في صاله جماعيه، صاله من كبار الزوار، حاجه محترمه. في صاله اربعه يعني. اعتقد انت محمد اللقطات دي حافز مهم جدا. نكمل كلامنا في فرق وادي ميدو اهوت برضو مع بيسلم ورا مع الدكتور مع محمد شوقي، خالد العوض والدكتور محمد شوقي الدكتور برضو. ايوه اتفضل يا استاذ سامي. يعني دي لقطات هذا الاستقبال الجميل، حافز كبير جدا لفرق الانسات ان هم يعيشوا نفس اللحظه ان شاء الله، ويعرفوا ان قد ايه ان اداره الاهلي واقفه وراهم، ويقدروا يعني يتجاوزوا كل التحديات الموجوده في البطوله الافريقيه اللي هتنطلق بعد ايام ان شاء الله. انا متفائل جدا ان هم يرجعوا باللقب، ويبقى مسلسل القاب للاهلي في فترة قصيرة جدا ان شاء الله. شايف الاب، شايف الاب والحضن الجميل اللي بص ولد صغير وبص يعني لما يشوف كمان رئيس النادي طبعا 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 موجود في صالة الوصول. طبعا طبعا طبعا. ده الوزير اهوت، مهندس خالد محمد رمضان، مميزة جدا. هتفضل يعني موجود محمد شوقي، بص الكاس اهوت اتنقل لعبد الله عبد السلام. وانا شايف كمان على المستوى يعني الخاص بمطار القاهرة. لا مطار القاهرة.